اسواق زهرة الامارات سواها يا جماعه، اول 300 شخص يوصلوا عليهم يحصل قسيمه بقيمه 5 ريالات مجانا. بمناسبه افتتاح اسواق زهرة الامارات في المعبيله. من بكره في اسواق زهرة الامارات تاريخ 5/10/2022 الساعه 7 المغرب، الافتتاح الرسمي، موقعهم بجنب دوار الصناعيه. مقابل وكالة التيوتا بجنب من مطعم ريدان تحصلوه هني على يمينكم وأيضا توزيع 400 هدية لأول 400 شخص يوصلوا معاهم للأطفال الماي 24 حبة الشدة 300 بيسة وشيل عمي 6 حبات مع بعض ب 300 بيسة كل هذه الأطقم هنا على 300 بيسة وشيل يا عمي 6 كواب شاي مع 6 حبات 500 بيس الحاجات الكبيره هذه على ريالين و100 وشيل عمي كل ادوات الاستهلاكيه وفروها لكم قولوا ما شاء الله شوفوا ما شاء الله كل الاواني وفروها لكم قسم الدلال قسم كبير ما شاء الله، اواني الرحلات، اواني البيوت، الحق ما تلحق شوفوا ما شاء الله، كل ما يحتاجونه امهاتنا بتحصلونه معاهم من الحجم الكبير الى الصغير، الغنشات اشكال وانواع معاهم، والصحون كلها متوفرة، شوفوا امهاتنا شوفوا القدور ما شاء الله قسم كبير، ولا ننسى قدر الرحلات موجود، مكابيس للشتاء، واطقم الفناجين اشكال وانواع ما شاء الله، واواني البلاستيك قسم كبير ما شاء الله في الدور الثاني قسم الادوات المكتبيه وقسم التحف وقسم الهدايا قسم الشنط جايب لكم اشكال جديده والمفروشات كل حاجه معاهم قسم الالعاب قسم كبير ما شاء الله السياره ذي للاطفال بريال وشيل الدور الارضي كل الملابس معاهم لكل الاعمار، ملابس البناتي حبتين مع بعض بنص ريال، هالمجموعة على نص ريال هالملابس، وهالمجموعة على ريال، وقسم أحذية البيبي، وشوزات الشباب قسم كبير، وجاكيتات الشتاء وصلت معاهم، قسم الأحذية تبدأ الأسعار من ريالين وأنت طالع، والشنط النسائية قسم كبير، قسم ملابس النساء قسم كبير، أسعار الشيل تبدأ من نص ريال إلى ريال. دلعوا بناتكم معاهم، شوفوا ما شاء الله الملابس الجديدة معاهم. في الدور الارضي قسم كبير للملابس والاحذية لكل الاعمار. الحاضر على هذا الفيديو يبلغ الغايب. من بكره الاربعاء تاريخ 5/10/2022 الساعة 7 المغرب الافتتاح. 400 هدية في انتظار الاطفال، واول 300 شخص قسيمة شراب 5 ريالات لكل شخص. مبروكين على افتتاح اسواق زهرة الامارات في محافظة مسقط. فيلم معبيلة انشروا الاعلان ملاحظة في اسواق زهرة الامارات من بكرة الساعة خمسة العصر راح يبدأ معاهم الحفل بمناسبة الافتتاح قص الشريط بيكون الساعة سبعة المغرب بيكون في ستيج امام المكان من الان يجهزوا لكم الستيج انشروا انشروا يا جماعة بكرة هجوم على اسواق زهرة الامارات الاربعاء الساعة سبعة المغرب الافتتاح الرسمي والساعه خمسه العصر بيكون في حفل امام المركز بمناسبه الافتتاح انشروا